سعود الكعبي، عمري 25 سنة. بديت في مجال الإعلام من لما كان عمري 9 سنوات، يعني كملت في المجال هذا تقريبا 16 سنة في تلفزيون دبي. من بعدها انتقلت إلى سما دبي اللي هي ضمن باقة قنوات مؤسسة دبي للإعلام. تخرجت من الجامعة الأمريكية في الشارجة، تخصص الماس كوميونيكيشن، وحاليا مستمر في تقديم البرامج في تلفزيون سما دبي وتلفزيون دبي. اخر برنامجين قدمتهم كان نجم الخليج على تلفزيون دبي، وبرنامج الميدان اللي هو بطوله سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي لليولى للكبار اللي تعرض على تلفزيون سما دبي. طبعا مثل ما قلت، الاعلام رساله ساميه. اتمنى من كل شخص عند الموهبة وحاول أن يدخل في هذه المسابقة وهو واثق من نفسه أن عنده هذه الموهبة، أول شيء يدخل بثقة، ثاني شيء تكون معلوماته واسعة عن الموضوع اللي هو بيتكلم فيه، ثالث شيء تكون رسالته سامية أن يمثل دولة الإمارات ودولته وبلاده بالطريقة الأفضل. 16 سنة هذه كانت كثيرة، وكل مرحلة بالنسبة لي كانت تحدي أنك أنت تثبت وجودك، سواء كنت في مرحلة الأطفال أو مرحلة التينيجرز أو من بعدها تنتقل لمرحلة الشباب أو البرامج التراثية الإماراتية، وكيف أنك أنت ممكن تنوع بين مختلف الاتجاهات ومختلف التارجت أودينس اللي يكون معك. أفضل تجربة أنا مرت علي من بعد الميدان اللي هو كان بالنسبة لي تغيير كبير في مجرى حياتي الإعلامية، كانت تجربة تمثيل للفيلم الإماراتي الأول سيتي أوف لايف أو دار الحي، لأنها تجربة عالمية وصلت منها من المستوى المحلي أو الخليجي إلى المستوى العالمي. أعتقد رسالة الإعلام هي رسالة واضحة، المفروض أن الكل يعرفها، أنك أنت إذا دخلت مجال الإعلام تعتبر سلاح بحد ذاتك، المفروض أنك أنت تعرف كيف تمثل بلادك بالطريقة الصح، أو شو هو هدفك من دخولك في مجال الإعلام. هي مش أنك أنت تطلع في التلفزيون أو تدور على الشهرة فقط، ولكن أنك أنت تحمل رسالة تمثل فيها دولتك أمام العالم أجمع. لذلك أعتقد أن المفروض كل شخص يفكر في مجال الإعلام يعرف شو هو هدفه من هذا المجال في البداية. طبعا جائزة سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم الإعلامية للشباب أعتقد أنها هي دافع كبير للمواهب الشابة اللي معظم الناس أو معظم التلفزيونات للحين ما اكتشفوها. ممكن من بعد هذه الجائزة نكتشف مواهب جدا جديرة بتحدي وجديرة بأنها تدخل مجال الإعلام وتمثل دولة الإمارات بالطريقة الصحيحة، سواء كانوا من نفس تخصص مجال الإعلام أو من ناس هواة يبتدونها كهواية من بعدها يقدرون يصقلون هذه الموهبة. اللي كنا لحظة أول ما دخلت مجال الإعلام سنة 96 أن الإماراتيين اللي موجودين في الشاشات الإماراتية قليلين جدا، يعني ينعدون على الأصابع. لكن حاليا بعد ما طلعت مثلا أول قناة إماراتية موجهة للإمارات والخليج كبداية من بعدها للعالم اللي هي قناة سما دبي، اكتشفنا قدرة الإماراتيين على أنهم يمثلون بلدهم بالطريقة الأفضل من الوجوه غير الإماراتية اللي كانت تقدم في القنوات الإماراتية. لذلك أعتقد أن مثل ما قلت رسالة الإعلام رسالة جدا سامية، المفروض أن كل شخص إماراتي غيور على وطنه عنده هذه الموهبة يصقلها بالطريقة الصحيحة عشان أنه يمثل هذه البلاد بالطريقة الأفضل عن أنه يمثلها غيره.